تفاصيل الحركة المرورية في الطريق والشوارع الرئيسية والميادين، رفع الإشغالات، مواقف العشوائية زي ما شايف الرجالة، الدرجات الأخرية لكل أبعاد بدون تنقص، تعيين الانضباط في الشارع في الفترة الحالية اللي عليها. بالنسبة لمشاكل الموتوسيكلات هي مشكلتها مثلا ايه؟ لا إما ما فيهاش لوحة إعلانية، ما فيهاش تراخيص لبس القيادة أو السواقة، فبيتم ظبطها. مش هينفع انت ماشي بتسكر في الشنطه بتاعتك. بالنسبه للباعه جايين يا فندم، هل في امكانيه ان يتعمل لهم سوق في المستقبل؟ مش سوق يعني، والاسواق موجوده عندنا زي سليمان جوار وراك، تمام، وده سوق المفروض بياع بياخد له فكره يخش السوق. الاماكن في اماكن السيد محافظ موفرها، العديد منهم بيرفض يروح الاماكن، تمام، عايزين يفضل زي ما هو، عايز يبيع في الشارع وعايز يبيع في الطريق وعايز يبيع على الحملات الامنيه مستمره؟ مستمره ان شاء الله.